في حزقيال 34 آية 2: ويل لرعاة إسرائيل تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين. وفي حزقيال 34:15: أنا أرعى غنمي وأربطها، يقول السيد الرب، أطلب الضال واسترد المطلود المطرود، واجبر الكثير واعصب الجريح وأبيد السمين والقوي. كنت كيف الويل لرعاة إسرائيل لأنهم يذبحون السمين، وأنا السيد الرب أبيد السمين والقوي. صاحب السؤال نسي نقطة واحدة، كلمتين في الآية، بيقول ويل، واخدين بالكم، لرعاة إسرائيل الذين يرعون أنفسهم، مش يرعوا الشعب. لو حط الحتة دي تبقى اتحلت المشكلة. يرعون أنفسهم، وكلمة يرعون أنفسهم يعني بيدوروا على مصالحهم، وده اللي قاله لهم المسيح: أنتوا جعلتموا بيت إيه؟ بيت تجارة، بتتاجروا بالدين علشان تكسبوا. فهنا لما نيجي نمسك الآية نلاقي أن الآية بيأكلوا الشحم، وربنا منع أكل الشحم. روح اقرأ في سفر اللويين، الشحم يقدم للرب على المذبح، الشحم كله وكل الدهون يتقدم للرب، وممنوع الكهنة ان يأكلوا الشحم. دلوقتي بيأكلوا اللحمة بالدهن بالشحم، لان دايما الشحم والدهن بيدي طعامها شوية ويفتح النفس، وانتوا عارفين يقولك اللحمة الملبسة اللي هي لحمة مع ايه؟ مع دهن الاتنين، والأكيلة بيحبوا الحتة دي، فهم بيأكلوا الشحم. ويلبسوا الصوف، يعني ايه؟ لان لما تروح في سفر الخروج وقال للكهنة اللبس بتاع الكهنة، قال اوعى الكاهن يلبس صوف في الهيكل، اوعى كاهن يلبس صوف في الهيكل. ليه؟ اصل الصوف بيعمل ايه؟ بيعرق. فانت داخل ربنا مش بعرقك، انت داخل بعرق المسيح، بعرق المسيح. وحتى لو انت عرقت على رأي بولس، قال لك هتقدر تعرق وتجيب، لم تجاهدوا بعد حتى ايه؟ حتى الدم. الوحيد اللي عرق وكان يتساقط ككدرات من دم هو مين؟ هو المسيح يسوع. يا احبائي، عشان كده قال لهم انتوا دلوقتي عملتوا حاجتين: الدهن اللي انا منعته يتقدم للرب، والدهن ده رمز ليه؟ حد يعرف؟ للقوة، قوة الذبيحة. فقوة الذبيحة تقدم لله، يعني تنسب القوة لله لا منا، مش لينا. والصوف مش بعرقنا، بعرقه هو. فبيقول لهم تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحوا السمين. يعني ايه تذبحوا السمين؟ يعني لما تلاقي ذبيحة سمينة تاخدوها لنفسيكم. ولما يجي واحد يقول لك انا بقدم جايب حدي، والذبيحه دي حلوه ولعلطت في نظر الكاهن، فيقول له بقول لك ايه، سيب دي واحنا عندنا ذبائح كتيره هنقدم لك. طب ودي لمين؟ دي هياكلوها الكهنه مع بعض، هيشوا منها ويقعد ياكلوا مع بعض. فان نفسكم تذبحوا السمين، يعني بتراعوا نفسكم، ادي معنى كلمتي. فلما يجي في حزقيال 34 بيقول ايه؟ انا ارعى غنمي، انتوا مش هترعوا، انا هرعاها، يقول الرب، اطلب الضال، اللي انتوا قصرتوا فيه انا هعمله، اطلب الضال، استرد المطرود. عارفين مين المطرود؟ فاكرين المطرود ولا لا؟ المولود اعمى، اخرجوه خارج المجمع فوجدوا يسوع وقال له: أتؤمن بابن الله؟ قال له مين هو؟ قال له اللي بيكلمك، قال له أؤمن يا سيدي. هم يطردوا الناس براحتهم وهو يقبلهم. أسترد المطلوب وأجبر الكثير المكسور، أروح أجبره، واخد، وأعصب الجريح.
الروح اللي جرحت لنا الخطية وأيد السمين والقوي. السمين والقوي اللي هم الكهنة اللي جحظت عيونهم من كتر الأكل وليس في موتهم شدائد. إذن هناك ليس فرق بين هذا الكلام.